عشير ماروث حجازي اشتهرت فيه قبائل الحجاز وبعض القبائل في الجنوب، ولكنهم يختلفون في طرق التعشير. مرحبا، الله يحييكم، الله يحييكم، مرحبا، مرحبا، الله يحييكم. التعشير كما ذكرنا سابقا تمتاز به بعض القبائل، مثلا قبائل الحجاز منهم من يعشر أو يرمي تحت الأقدام أثناء الدارة، والدارة تكون على زير وعلى أهازيج ولعب، وفي بينهم من يرمي على برميل أثناء الدارة، ولهم عدة طرق. كذلك حقين الجنوب يمتازون بأنهم يرمون أثناء الدارة في السماء، وله عدة طرق التعشير. كيفية تعبئة البندق؟ أولا أن يكون النادوس نازل على المامة بعد ما يوضع الزردة، تمام، ويكون البندق وضعه على الوضع الصحيح هذا. بعد ما يعبي يحط البارود يضربها ضربتين كذا ولا يستعمل المشحان، وهذه أفضل طريقة. وإذا مشى في الدارة يكون النادوس نازل لين يجي عند وقت التعشير يبدأ يرفع النادوس درجتين. هذه هي نظام التعشير. يقام التعشير أثناء الحفلات، أثناء الزواج أو المناسبات في الأعياد، ويكون التعشير أحيانا داخل قبيلة على قبيلة، يكون كذا رامي في مقدمة الوفد، وكذلك القبيلة مستقبلة يكون عندها كذا رامي في الاستقبال، ومن ثم يبدأ قبيلتين التعشير. يا مرحبا، الله يحييك، الله يحييك، الله يحييك، هلا وسهلا، هلا، الله يحييك، كفاف يا سهلا، يا مرحبا، كفاف، كفاف، كفاف يا قلبي، هلا، هلا، أولا التعشير أول حاجة تأكد من نظافة البندق قبل الرماية. والحاجة الثانية أن يكون يحط يعني مقدار خفيف بارود ويجرب البندق حقته، وبعدين إذا بدأ في التعشير يكون الوزن يكون خفيف مو زيادة، وما يستعمل المشحان. بعد وزنة البارود المشحان ما يستعمله مرة. بعدها يكون فم البندق بعيد عن الجماهير، يكون بعيد عن البندق. وضع الخطورة، وضع الزردة فوق المامة.
ويكون الضرة النادوس مرفوع، هذه أخطر حاجة. الحاجة الثانية من المخاطر أنه إذا أخذ المقدار حق الزوب حقته يكون بعيد عن البارود. المخاطر الثانية أنه يرفع البندق عن الأرض أثناء الرماية، لأنه ممكن يكون البندق نازلة تنفجر. يجب على الرامي أن يكون حذر أثناء الرماية، وأن يكون بعيد عن الجمهور قدر المستطاع، وأن يكون عنده ثقة في نفسه، وأن يكون بعيد عن البارود، وعنده عدم الاستعجال، يكون عنده عدم الاستعجال أثناء الرمي وأثناء اللعب بالبندق. يجب على الجمهور الابتعاد عن ميدان الرماية قدر المستطاع لسلامتهم وسلامة الرامي من أي إصابات. أولا الرامي لا بد له من تدريب قبل أي تعشير في أي محضر، لازم يكون مهيأ أولا في تدريبه على البندق وكيفية تعبئة البندق، وثاني حاجة أنه يكون فاهم وضع التعشير وخطورته، لأن التعشير هذا خطر ولازم أن يكون ممارس التعشير 100% قبل البداية. اولا تنظيف البندق يبدا بنزول المشحان، اول حاجه طلع المشحان من البندق، بعدين نجي للنادوس ونرفعه درجه واحده، ونبدا بفك المسامير. المسمار الاول ما ينفك لين تنزل المشحان لانه له مجرى. بعدين نقلب البندق، نطلع على الصفيحة، بعدين نرجع الزناد درجة واحدة، ونبدأ بالفك، نبدأ بالمسمار الصغير هذا، ونبدأ بعدين بالمسامير هذه. نطلع هذه ونطلع هذه كمان، بعدين نبدأ بفك القوس، هذه طريقة فك القوس. بعدين نبدأ هنا في اللازم بين شو اسمه الضراب ولا المجموعة، نبدأ فك المسمار هذا ونطلع الضراب. طريقة التركيب ثاني مرة نرجع لها هنا، هذه وضعية التركيب. الآن ركب، نبدأ بعد الحين في تركيب الميزانية. هذه هي طريقة التركيب. ما نشد المسامير حتى نبدأ في التأمين ذا. هذه طريقة، بعدين نرفع درجة ونبدأ في التركيب على نفس ما فكينا. هذه هي وضعة التركيب.
ونبدأ في ترجيع الزناد للأمام. هذه هي وضعة التركيب. ثانيا تنظيف البندق من الداخل. كيفية التنظيف؟ التنظيف بعد الرماية ينتهي على طول، يجي موية حارة ساخنة مرة وصبها في بطن البندق، يكون الضراب مرفوع. هذه عملية التنظيف وتنشيف البندق. كلمة أخيرة للبواردية. أولا عدم الاستعجال، ويتهيئون لبدء على الرماية قبل يبدؤون فيها. الحاجة الثانية يعني ليظهرون بمظهر يليق بسمعة بواردية الحجاز، وهذا أهم ما أقول عنه. يجب على الرماة أن يظهروا بالمظهر اللائق، لأنهم يمثلون منطقة الحجاز. في وسائل الإعلام الآن تنقل الأحداث أول بأول، وأنه هم يكونون خير من يمثل منطقة الحجاز في الرمي هذا اللي هو الموروث الشعبي هذا القديم، يكونون الظاهرين بمظهر لائق في الملبس وفي والابتعاد مثلا عن الحماس الزايد، كذلك يكونون في مظهر لائق يليق بهم وبأهل منطقة الحجاز.